يا صباح الخير على كل جماهير واعضاء النادي الاهلي في كل مكان. النهارده مداخل الجيم النادي الاهلي بالجزيره، عندنا تمرين فول بادي ويت، مش هستخدم فيها اي ادوات، هتبقى كلها بادي ويت، ولو هستخدم اعضاء جسمي في ان انا اقاوم التمرين نفسه او ان انا اعمل مقاومه على العضله، وده هنشوفه دلوقتي حالا بالتمارين ان شاء الله. اول حاجه هبدا الباك، اول حاجه هبدا من تحت الكالف ريزز، ده كده السمانة. هيبقى بعد كده عندي الهامسترينج، هعمل بس بالانس برجلي العكسية وهطلع اتنيها وانزل تاني بالراحة. بعد كده هيبقى عندي الجلوتس، هعمل كيك باك، ولو في مشكله ممكن اجيب كرسي او اي حاجه واسند عليه لو لسه البالانس مش احسن حاجه عندي. بعد كده هعمل الريكتور سبايني، تمرين سوبرمان، بعد كده هاخد عضلات الظهر، هبدا من الوضع ده، واحاول اعمل سكويز واعصر ظهري على قد ما اقدر. بعد كده هاخد الفرونت وهبدا بالابر تربيزيز، انا واقف احاول اطلع بكتفي لحد فوق واثبت ثانيتين وانزل بالراحه. بعد كده هيبقى عندي البوش اب عشان اشغل بيكتوروس ميجور التشيست، وهشغل معايا الكتف الامامي والترايسبس، هوزع ثقل الجسم على جسمي بالكامل. التمرين ده لو عايز اعبه ممكن اشتغل بدراع واحد، بس هوسع رجلي شويه عشان اوزع مركز ثقل الجسم. بعد كده هيبقى عندي الكرانشز، بعد كده هيبقى عندي السكوات للكوادرسيبس، وبرضه عشان اوضح من الجنب ان الهيب هو اللي بيشتغل الاول. وبكده نكون شغلنا كل عضلات الجسم، وممكن نختم بالبلانك، وده عملناه في اكتر من حلقه قبل كده. خلص التمرين النهارده كان تمرين فول بادي باستخدام وزن الجسم. كان معاكم كابتن مصطفى النوبي من داخل جيم النادي الاهلي بالجزيره. صباح الفل.